الاولى الجمعه الثانيه ان شاء الله بعد 28 يوم باذن الله. الحاج دابا ملي غتلف غتستفتح بعد 15 دقيقه. دكتورة نظيف طبيبة رئيسية مركز الصحي قرية الجماعة والطبيبة المشرفة على نقطة تلقيح القاعة المغطاة الجوادي. هي الجلبة ما يديروهاش الناس النساء الحوامل والناس المرضعات، ما يديروش هاد الجلبة هادي. دابا حيت هاد اللقاح هذا مستثنين منه النساء الحوامل والمرضعات. دابا حنايا الفئة اللي بادين بها دابا هما الناس اللي الأعمار ديالهم 75 فما فوق، وعندنا الناس ديال الصحة حتى همايا اللي همايا السن ديالهم 40 فما فوق. ملي بدينا من نهار الجمعة اليوم الحمد لله ديجا بعدا لاحظنا بأن كاين إقبال من يوم على يوم كيتزاد، هذا معنى الناس أنهم بداو كيتيقوا نهار على نهار الحمد لله. راه كيبان لكم من خلال الناس اللي كيتسناو من خلال الاستقبال. الحمد لله الناس من بعد ما كيلقحوا كنخليهم في قاعه الملاحظه 15 دقيقه باش نشوفوا واش كاين شي اعراض جانبيه مباشره. لحد الساعه ما لاحظنا حتى شي مشكل، وكاين واحد البوابه اللي كيمكن الناس يتصلوا بها الا كانت شي اعراض جانبيه اللي هي يقظه لقاح. لحد الان ما تلقينا حتى شي ديكلاراسيون. السخانه لا ماشي بزاف، كاين شويه الاعراض اللي تيقول لك غير بشويه الحميره ولا تيحس بحال شويه الدكان في بلاصه الجلبه، هذيك مساله عاديه اللي كتكون مع اي جلبه، وهذه من الاعراض الجانبيه اللي كتكون منتظره، ماشي اعراض اللي هي صعيبه. لحد الان نتمنوا على الله ما تكونش، حتى الان ما كايناش.